إذن المشاهدين الكرام، مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من البلاد اليوم. طبعا نحن نتحدث اليوم عن جمعيات فرنسية، قدماء محاربين، يعني ضباط، جنود وغيره فرنسيين، مجتمع مدني فرنسي يطالب السلطات الفرنسية بالاعتذار عن جرائم الاستعمار في الجزائر. هم يقولون من أجل تطبيع العلاقات بين الجزائر وباريس. طيب نناقش هذا الموضوع من الجانب القانوني ومن جوانب أخرى مع أستاذنا الكريم الأستاذ خميسي ثمنية، وأستاذ مختص في القانون أستاذ خميسي. مساء الخير ومرحبا بك. مساء الخير، شكرا جزيلا. شكرا. طيب أول كيف تفسر هذا، أنا ربما أقول يقظة ضمير، هل هي محاولة للضغط على أو شأن داخلي فرنسي انتخاباوي، أم أنه غزة اليوم أثرت في الضمير الفرنسي فأدركوا أنه ما ارتكبه الاستعمار الفرنسي في الجزائر يضاهي ما يرتكبه الكيان الصهيوني اليوم في غزة، فوجب الاعتذار عن جرائم الاستعمار؟ أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أحييك ومن خلال كل مشاهدي القناة ونشكرك على الاستضافة. فيما يتعلق بما تشهده الساحة المدنية إن صح التعبير في فرنسا، نقول أنه ليس وليد اليوم، وإنما هو وليد فترة سابقة كانت عنده أيضا حركة كثيرة من الأشخاص اللي أجيال جديدة جات في فرنسا، أجيال متشبعة ببعض المبادئ وبعض القيم الإنسانية اللي خلاتها تشعر بذنب تجاه التاريخ نتاعها في الجزائر، التاريخ الفرنسي في الجزائر. وكانت في كل مرة كثير من الاعترافات من فرنسيين يؤمنون بالحقوق وشافوا وأدركوا قيمتها الإنسانية، كانوا أشاروا وكانوا ثاروا ضد هذا النكران الفرنسي لما حدث، رغم أنه عدت عليه أكثر من 62 سنة، ولكن يطالبوا أولا من أجل كما قلت أنت تصفية ضمير، أنه أخطأت يوم من الأيام. الاعتراف بالخطأ شيء شريف، شيء مشرف الاعتراف يعني بالخطأ. بالنسبة لك أستاذ، هذا الاعتراف بالخطأ بمثابة خلينا نقولها علاج ثيرابي يعني. بطبيعة الحال، لأنك عندما تعترف بخطأك تجاه شخص آخر، أنت تقول أنني لم أحسن التصرف في تصرف معين في وقت معين في زمن معين، أخطأت وتسببت لك في ضرر معين. ثم أنت لما لا لنفتح صفحة جديدة من أجل نكون أصدقاء؟ نعم. هذا حتى الفرنسيين نفسهم هم يعترفوا به، وهم على بالهم بأنه الطريق الوحيدة والطريق السليم من أجل خلق علاقات جزائرية فرنسية ترقى إلى مستوى طموح الفرد الجزائري والفرد الفرنسي، لأنه شئنا أم أبينا الجزائر وفرنسا طوال الحقبة الاستعمارية فيه تداخل اجتماعي كبير تولدت عليها وأفرز فيما بعد علاقات إنسانية ما يقدرش واحد ينكرها ولا يقدر يتنكر لها. هذه تقتضي وجود علاقات خاصة بين الجزائريين والفرنسيين. خاصة تقصد متميزة أستاذ؟ بطبيعة الحال متميزة. في لما نشوف التاريخ الاستعماري الفرنسي في كل أفريقيا وخارج أفريقيا، نلقى أن فرنسا كانت موجودة من أجل مصالح معينة، ثم انصرفت بمجرد قضاء هذه المصالح أو أبقت تقضي في مصالحها بطرق أخرى ما هيش بالتواجد الفعلي في الأرض الواقع. ما عدا في الجزائر 130 سنة فرنسا لم تكن تعتقد يوم من الأيام أنها ستخرج من الجزائر، ولم يكن هذا وارد. حاولت أنها تقضي، فرنسا نقول الاستعمارية حاولت أنها تقضي على هوية الشعب الجزائري من أجل أنه يصبح شعبها جزء من فرنسا. حاولت أن الهوية الجزائرية تذوب وتزول لغة ودينا وعقيدة وعرفا وتقاليد من أجل أن يصبح الجزائري فرنسي. فرنسا كانت موجودة في الجزائر لتبقى وليس لتذهب. ولكن فرضت التاريخ، فرض نفسه الثورة الجزائرية اللي حققت المعجزة، شهداء الجزائر اللي ماتوا بالملايين، هذا هم اللي خلوا فرنسا تترك الجزائر. ولكن
مع الفكر الفرنسي الفكر الاستيطاني خلق علاقات إنسانية متميزة. فرنسيين لهم تاريخ، أجدادهم مدفونين في الجزائر، فرنسيين لهم علاقات، جزائريين لهم علاقات مع فرنسيين. هذا التداخل الاجتماعي هو اللي خلق الاستثناء وخلق الصورة المختلفة مع باقي دول العالم، رغم أن الاستعمار يبقى استعمار على الاستعمار. طيب السلطات الفرنسية يعني الأنظمة أو نقول الرؤساء المتعاقبون في فرنسا، هناك من قدم خطوات مثلا الجريمة 17 أكتوبر أدانها رؤساء فرنسيون، أدانها هولندا، أدانها الرئيس الحالي هذا، ولكن جرائم الاستعمار من 54-62 يترددون. هل برأيك أنه يعني بداية زوال صقور النظام الفرنسي، اللوبيات في فرنسا، الجيل اللي حضر ثورة هو اللي شجع هؤلاء الشباب أو الجيل الجديد على الاعتراف بهذا الذنب تاع الاستعمار؟ هو لو نشوف نرجع شوي للتاريخ، كل رؤساء فرنسا يؤمنون وعبروا بشكل غير مباشر بغير صريح، يؤمنون أنه الاعتراف والاعتذار هو الطريق الوحيد لخلق علاقات استثنائية مع الجزائر، وعبروا عليها بصورة ربما مش مباشرة ولكن بصورة غير مباشرة، هذا موجود. لا. كثير من الفرنسيين حتى من الناس اللي شاركوا في الثورة الجزائرية اعترفوا بجرائمهم فيما بعد وقالوا أننا ارتكبنا جرائم، وأن هذه الجرائم ما كان لها أن ترتكب لولا الفكر الاستعماري اللي كان موجود. هذا شيء حقيقة. اليوم أجيال أخرى موجودة في فرنسا أكيد، هذا طبيعة هذه الأجيال ربما ساهمت في أنها تخلق واحد المستوى نتاع وعي تجاه العلاقات مع الجزائر ينطلق من الاعتراف، ومن الاعتراف من جهة، ومن أيضا الاعتذار من جهة أخرى. علاش؟ لأن شاء من شاء وأبى من أبى في الجزائر وفرنسا أن العلاقات يجب أن تكون بشكل معين، يعني ولكن بشكل متميز، ولكن نعم بمتميز، نعم بشكل متميز، بشكل متميز. أنت استعمرت أرض، استعمرت شعب لمدة 130 سنة، سلبت خيراته لمدة 130 سنة، خليت له عهات مستديمة بتجارب نووية لمئات إلى عشرات السنين، قضيت على جهلت شعب لمدة 130 سنة. هذه حقيقة الفرنسيين اعترفوا بها، وهذه حقيقة جرائم يندى لها الجبين لما ترتكبها فرنسا، وكلهم يعرفون أن هذا هو الطريق. ولكن اسمح لي نقول لك شيئين. أنت تقول هذا هو الطريق، بمعنى نفهم منك أن الطريق الصحيح في حل حالة هذا الملف هو الاعتراف وليس الذهاب إلى مثلا اللجوء إلى القضاء، اللجوء إلى المحاكم، يعني المسار القانوني. لا أعتقد أنه شوف المسار القانوني هذا معطى للأفراد، وموجود مساعي في هذا الاتجاه، ولكن أعتقد أنه الاعتذار والاعتراف هما الطريق الأقرب. الطرق كثيرة متعددة، التاريخ ما يرحمش لا فرنسا ولا غير فرنسا. نعم. التاريخ صادق، ما يكذبش التاريخ، حتى ولو حاولت تحرف يوم من الأيام يأتي يوم تبان الحقيقة، هذه موجودة. والطريق هذا هو الأقصر للوصول ربما لخلق علاقات جديدة ربما مبنية على قواعد سليمة ربما، هذه حقيقة. ولكن الشيء اللي يمنع وشي هو أنه حتى على مستوى الطبقة السياسية ولا حتى على مستوى المجتمع الفرنسي فيه وما يعرفوا مليح مش معنى الاعتراف وش معنى الاعتذار. ما معنى الاعتراف والاعتذار؟ ما المقصود به؟ ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الكثير من الأشياء، وهذا هو اللي تتجنبه الطبقة السياسية في فرنسا لما تعترف أنك استعمرت، أنك ارتكبت جريمة باستعمار شعب 130 سنة، لما تعترف أنك جهلت شعب لمدة 130 سنة، لما تعترف أنك سلبت خيرات شعب لمدة 130 سنة، لما تعترف أنك شردت وأنك قتلت وأنك استعملت أسلحة مخالفة للقوانين الدولية ضد شعب أعزل، لما تعترف بكل هذه الأشياء وش تقتضي؟ أول شيء أنها تغير صورة فرنسا، فرنسا اللي تحاول أنها تغطي رغم أن العالم يعرف ما حدث في الجزائر، الجرائم اللي حدثت في الجزائر ما حدثتش في أماكن أخرى، العالم يعرف، ولكن فرنسا دائما كانت تحاول أن تغطي هذه الجرائم من أجل باش تبيض الصورة نتاعها في المنظور العالمي. هذه من جهة ثانية واللي أهم
هو أنك لما تعترف بأنك ارتكبت جرائم، ونفترض أنك أنه لما نتكلم في القانون عموما نقول أنه جبر الأضرار من شيء ضروري والأولي ما يمكن جبره، وما يمكن جبره في هنا لما نتكلم على التجارب النووية عندنا فيه أكثر من 400 حالة ولا ربما أكثر، أنا من ما عنديش العدد، ولكن هو موجود معروف شكون هم اللي راحوا ضحية الإشاعات النووية. لما نتكلم على شكون اللي أهليهم قتلوا وفي حتى ناس اعترفوا من فرنسا نفسها وقت استعمار الجزائر، لما هذا وإن كان المفقودين الضحايا، نعم، وهذا هو شق مزعج، جبر الضرر مزعج. فما بالك لما نتكلم على 130 سنة من التخلف، 130 سنة من التجهيل، 130 سنة من استغلال الموارد، 130 سنة كيف تعوضها فرنسا؟ كيف تقيمه أولا ثم كيف تعوضه؟ كيف تعوضه؟ كان المفروض أنه حتى في اتفاقية إيفيان، هو اللعبة السياسية واللعبة المفاوضات كانت لعبت دورها في اتفاقية إيفيان، هو كان فرنسا أنها تجبر من خلال علاقات سوية، تجبر من خلال مساعدة الجزائر على تدارك الزمن الضائع اللي ضيعته فرنسا. ولكن مع الأسف الشديد فيما بعد أصبح حتى التعامل الند للند مرفوض بالجانب الفرنسي. معذرة، هل برأيك اليوم مسألة الاعتذار هذا والاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر هو في الأصل مشكلة داخلية فرنسية؟ يعني كاين مشكلة نفسية، كاين مشكلة تاع انستاتيو، كاين مشكلة تاع استعلاء، كاين مشكلة تاع يعني استكبار، محاولة الاستعلاء وعدم النزول من الشجرة كما يقولوا، شجرة الوهم أنهم دولة أكبر من دول أخرى وغيرها. يعني لا، هو أكيد لما نتكلم على فرنسا الحديثة، فرنسا الحديثة ترفض، ربما مش ترفض، تحاول أن تبتعد، لأن الاعتراف سيأتي والاعتذار سيأتي، هذه حقيقة وما لا مفر منها، ولكن سيأتي اسمح لي بحكم التاريخ والتجارب الإنسانية بطبيعة الحال، بضغط حتى بوعي حتى الفرنسيين نفسهم، الأجيال اللي موجودة في فرنسا ليست هي الأجيال السابقة. أنت هذه مسألة وراح يوما من اليوم رانا نتكلم على 30 20 جمعيه، ربما غدو نتكلم على 200 جمعيه، والرفض الفرنسي هو من اجل ما زالت الفكر الاستعماري في فرنسا مازال موجود، الكثير من الفرنسيين يرفضون ان تكون علاقات متميزه بين الجزائر وفرنسا، يرفضون، ورفضهم هذا يترجم من خلال رفض الاعتراف والاعتذار. من اجل ماذا؟ من اجل خلق جو بين فرنسا والجزائر غير صافي، غير سليم، لان لا يمكن ان تقام علاقه جزائريه فرنسيه صحيحه مستمره ودائمه ومفيده للشعب شعبين إن لم تكن الند للند وبعد الاعتراف والتعود. هل أستاذ باش نفهمه، لأنه فهم دقائق السياسة الفرنسية الداخلية مهم جدا لفهم المشهد، هل في فرنسا يعني السلطة في فرنسا، النظام، الامتدادات تاعو هم على قلب رجل واحد، أم أنه هناك تباينات، هناك اختلافات، هناك وجهات نظر ليسوا سواء؟ يعني لا، وأكيد أنه ما همش سواء، ولكن اسمح لي هنا نقول لك أنه صحيح أنه فيه رؤى متعددة داخل فرنسا فيما يتعلق بالعلاقات مع الجزائر، ولكن أيضا مسألة الجزائر في كثير من الأحيان مستغلت بشكل سلبي في فرنسا من أجل لتحقيق أغراض سياسوية انتخابية لا أكثر ولا أقل، لعب بهذه المسألة في كثير من الأحيان من أجل تحقيق أغراض سياسية، هذه حقيقة. ولكن الحقيقة أيضا أنه ما كانش واحد ينكر اليوم أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا ما هيش علاقات خلاص مش موجودة، مش ما هيش طبيعية أصلا بسبب هذا التنكر الفرنسي، بسبب كثير من المواقف ما كانت لتكون هذه المواقف وفقا للفكر، حتى الفكر اللي كان أثناء مفاوضات إيفيان ما كانش هذا الفكر، كان فيه فكر على أننا نطوي الصفحة ونصنع صفحة أخرى
أحسن بكثير لفائدة الطرفين، ولكن ما حدث هو تراجع على كثير من الأفكار. خميسي سامحني بقولي أربع دقائق فقط، يعني هل برأيك اليوم كاين عقلاء في فرنسا، كاين ناس يلاحظوا ينظرون يحسبوا يراقبون يلاحظون، هل برأيك اليوم هذا الضغط هذا أو هذا المسعى هذا سببه هو إدراك هؤلاء الفرنسيين أن الجزائر بدأت تشق طريقها في أوروبا، في الاتحاد الأوروبي بدأت تنسج علاقات، أعادت بعث علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي يعني ومع فرنسا التي رفضت إلى حد ما أن تنخرط في المسعى الجزائري، يعني ما هي متروكة لحالها، يعني هل الشق الاقتصادي هذا موجود؟ يعني موجود أكيد، هو في الفكر الأوروبي وفكر المصلحة والعلاقات أيضا، حتى العلاقات بين الدول مش فقط أوروبا، العلاقات تبنى على أساس المصالح المتبادلة، المصالح المتبادلة مصالحي أكثر من مصالحك أو متساويين أو متوازيين، ولكن وجود مصالح مشتركة اللي تحدد طبيعة العلاقة اللي تربطني بك، هذه في العلاقات الدولية. ولكن بالنسبة لفرنسا كنا نلاحظ أنه اليد الممدودة من الجزائر في بعض الأحيان كانت تقابلها يد يعني مطوية من الجانب الفرنسي. صحيح، لأن علاش؟ لأن الجزائر كانت تنظر إلى العلاقة مع فرنسا لأنها علاقة شراكة، وعلى أنها علاقة متجذرة، وأنها علاقة ماشية في اتجاه المستقبل. هذا كانت الرؤية الجزائرية، ولكن ما حدث هو أنه فرنسا كل ما رأت أن الجزائر في حاجة إليها، أن الجزائر تربطها فقط أو علاقات الجزائر محصورة في الاتجاه الفرنسي، كل ما زاد هذا الانطواء وهذا التعنت. الجزائر اليوم أكيد، وهذه حقيقة عرفوها السياسيين الفرنسيين، أن الجزائر مشيت إلى أنها دير علاقات أقوى، علاقات أكبر. الجزائر أصبحت الجزائر شاء من شاء وأبى من أبى في فرنسا أن الجزائر شريك قوي في المنطقة هذه، وبالتالي أن فرنسا تخسر الجزائر كشريك، هذا هو الشيء اللي ربما خلاهم يراجعوا كثير من الحسابات ربما، وخلى واحد الصحوة السياسية تثور إلى جانب الوعي اللي كما أشرت سابقا على أنه ما يحدث الآن في غزة فعلا ربما فمس ضمير الكثير من الأحرار، الكثير من الناس اللي تؤمن بالحق في الحياة والحق في الحرية، فانتبهت ضمائرهم وتذكروا على أن لأن الاستعمار الجزائري ما حدثش في العالم، ما حدث في الجزائر ما حدث في العالم، هذه الذاكرة هذه السيئة عطات الصورة كيف كانت موجودة، هو الشيء اللي خلى كثير من الفرنسيين أيضا يمشوا في هذا الاتجاه. مع التذكير أستاذ خميسي أشكرك أولا، يعني الحديث معك شيخ، مع التذكير أنه هذه الجرائم اللي كان يرتكبها الاستعمار سواء في الجزائر في الكونغو في مالي في النيجر في تونس في ليبيا في سوريا في لبنان في غيره، في هذاك الوقت كان العنصر الأبيض الأوروبي يبشر بحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وينظر لها والقانون الدولي والقانون الإنساني، ولكن في يعني في العالم العربي والإسلامي والإفريقي عموما كانوا يرتكبون أبشع الجرائم، وهذه اللي خلت هذه الضمائر هذه ربما تستيقظ إن لم تكن مسألة داخلية فرنسية. على كل حال أشكرك مجددا أستاذ، شكرا سيدي الفاضل، شكرا. مشاهدي الكرام، نظن أننا قدمنا لكم وجبة إعلامية دسمة محترمة تليق بمقامكم وعقولكم وذكائكم، سعدوا بلقائكم غدا صباحا إن شاء الله في غرفة غرفة الأخبار. إلى ذلك حين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.